رغم انتشار المحتوى القصير او اللي بشكل طولي على تيك توك، انستجرام، فيسبوك وحتى يوتيوب، ولكن انا من عشاق اليوتيوب الكلاسيك القديم اللي بالشكل العرضي واللي الفيديو مدته اكتر من 8 دقايق وممكن توصل لساعة. فتعالوا الفيديو ده ارشح لكم احلى 10 فيديوهات شفتهم على اليوتيوب لحد النهاردة، فيلا بينا. ومساء الخير اصدقائي، مساء الخير متابعي قناه دكتور هيرو، واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده للناس اللي بتحب اليوتيوب وخاصه الشكل القديم. فتعالوا مع بعض النهارده نتكلم على احلى 10 فيديوهات من وجهه نظري بناء على اكثر من تقييم، على ان الفيديو بيقدم فاليو او بيقدم قيمه او فايده للناس، على ان الفيديو مسلي وتقدر تتابعه للاخر من غير ما تحس بملل، ثالث حاجه بان الفيديو يكون فيه فكره فريده او حاجه جديده ممكن ما تعرضتش قبل كده بنفس الطريقه، والحاجه الاخيره ان يبقى فيه جوده سواء كان صوت او صوره بحيث ما تبقاش زهقان وانت بتتفرج. فتعالوا مع بعض نبدا نصنفهم من الاقل للاحسن، يعني اخر واحد هو احلى واحد، فتابع الفيديو للاخر. وما تنساش قبل ما نكمل تدعمنا بلايك وبشير وبكومنت، ولو مش مشترك اشترك على القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك تنبيهات بكل فيديو. فيديو رقم 10 من قناة محمود اسماعيل تي في. الفيديو ده صراحة عبقري بكل حاجة فيه، حتى عنوانه. عنوان الفيديو: مشاهدات هذا الفيديو ستصل إلى الرقم الفلاني، والرقم ده بيتغير تقريبا كل اسبوع. فيديو فريد من نوعه، انا ما شفتش زيه قبل كده. حتى فكره عنوان الفيديو انها بتتغير اوتوماتيك هو برضو عاملها عن طريق البرمجه، فارشحه بقوه انك تتفرج عليه دلوقتي بعد الفيديو ده. واكتب اسماء الفيديوهات اللي انا هقولها او روح لها على صندوق الوصف، هتلاقي الروابط بتاعتها جاهزه هناك. فشكرا محمود اسماعيل على الفيديو الجامد ده. نروح لفيديو رقم 9 لصانع محتوى ممكن ابقى معترض معاه على نوع المحتوى اللي بيقدمه، ممكن على طريقه كلامه، على التعبيرات اللي بيستخدمها، بس يظل يحيى عزام عمل فيديو من احلى الفيديوهات على اليوتيوب، هو فيديو بضان الاغنياء. ايوه زي ما انت قراتها كده، فيديو بيتكلم عن الراسماليه وعن الفرق ما بين الطبقات، ما بين الفقراء والاغنياء، وازاي الناس بتفكر في الموضوع ده. الراجل ده قفل حمامات الفيلا بالكترونيك لوك، بقفل الكتروني لازم له باسورد كده وحاجات كده ما بنشوفهاش غير في الالعاب يعني، عشان يمنع الصنايعيه يخشوا الحمام بتاعه، والحمام الوحيد اللي يقدروا يخشوا فيه حمام الكلب اللي في الجنينه. اشوفه حلو قوي لاي حد لسه في الجامعه او لسه ما اشتغلش، ممكن ينور له الطريق اكتر ويوريه الدنيا ماشيه ازاي في المجتمع اللي احنا فيه. ففيديو رقم 9 بضان الاغنياء ليحيى عزام. فيديو رقم 8 من قناه دروس اونلاين. الفيديو ده تقريبا الفيديو الوحيد اللي شفته على اليوتيوب اللي مسكت ورقه وقلم وبدات اسجل وراه. كان بيتكلم عن 19 حاجه ممكن تعملها بعيدا عن الموبايل او بعيدا عن استخدام الموبايل، والحلو في الفيديو ده ان هو جرب كل حاجه قالها، يعني جرب 19 حاجه. وهنا عايز اذكر الفيديو اديتور او الراجل اللي عمل له مونتاج للفيديو ده بان هو عبقري، الفيديو حرفيا كانه فيلم ما هواش فيديو عادي. صراحه كنت مستمتع من اول لحظه لاخر لحظه بالفيديو ده، غير الفائده اللي خدتها منه او التجارب اللي هو اتكلم عنها اللي ممكن تستخدمها او ممكن تعملها بعيدا عن الموبايل. فشكرا لاحمد ابو زيد والفيديو اديتور الخاص بيه على الفيديو الجامد ده. الفيديو رقم 7 من قناة اي بي توك. اي بي توك هي قناة بتجيب مشاهير وبتعمل معاهم انترفيوز او مقابلات، وبيسموها مشاهير ما وراء الالقاب، يعني بيتكلموا بعيدا عن شهرتهم، عن حياتهم الشخصية. احلى مقابلة شفتها على قناة اي بي توك برأيي هي مقابلة انس بوخش مع ابو فلة. ابو فلة اليوتيوبر العربي المشهور. انس لما عمل معاه مقابلة كانت المقابلة جميلة جدا، فيها قيم، فيها مبادئ، فيها ضحك، فيها هزار، فيها كل حاجة. فالمقابلة تقريبا ساعة ولا ساعة ونص، مش هتحس بيها ابدا وهتستمتع جدا وهتستفاد. فيديو رقم 6 من احلى الفيديوهات اللي شفتها في اخر سنه للدحيح، وهو فيديو عيال كبار. بيتكلم فيها عن معامله الاهل مع ابنائهم والترومز او الصدمات اللي ممكن تحصل والعيال يكبروا على هذه الصدمات ويتعاملوا على اساسها. فلو انت حد حاسس بان في مشكله بينك وبين اهلك او في صدمه معينه من تربيتهم ليك، او عندك اطفال وعايز تربيهم تربيه صحيحه، الفيديو ده هينور لك حاجات كده مهمه جدا وهتعجبك وهتحس انها محاضره علميه كامله مش بس فيديو. فشكرا للدحيح على الفيديو الحلو ده. اما رقم 5 السلسله المقربه ليا، وهي سلسله مش فيديو، وهي سلسله سفر الدكتور ممدوح نصر الله لما كان في قطر. سلسله حرفيا لو بدات باول فيديو مش هتعرف تقفل قبل ما تخلص السلسله كلها، وتعرف ايه اللي حصل معاه هناك وايه التجارب اللي هو خاضها هناك. عنده ما شاء الله اسلوب سردي جميل جدا، مستحيل تفصل منه ولو ثانيه. وهو ما بيكتبش سكريبت، يعني هو بيفتح الكاميرا وبيصور وبيتكلم، بس فعلا اسلوب قصصي جميل جدا. طيب سعيد، تنتفي عنه الجريمة عشان خاطر أبوه كان بيضربه وهو صغير؟ لا، لا تنتفي عنه الجريمة، لازم يتحاسب عليها. اللي بيحصل بقى في الزمن الحالي إن سعيد بيتحول لبطل قومي.
القناة اللي عليها السلسلة دي هي قناة المينيو، فالسلسلة دي هتعلموا فيها تجارب حياتية وهتستمتعوا، بس زي ما قلت لكم لو بدأت مش هتقدر تقفل قبل ما تخلص سلسلة. فيديو رقم 4 انا شفته قبل رمضان باسبوع، بس شايف ان تأثيره مكمل معايا شويتين، ما كانش تأثيره على قد رمضان بس، لا شايف ان الفيديو ده ينفع تشوفه في اي وقت. هو فيديو اسمه رمضان والقرآن. الفيديو ده بيجمع ما بين حازم الصديق ودكتور احمد عبد المنعم، بيتكلم فيه عن رمضان والقرآن او عن تأثير القرآن عموما في حياتنا. فيديو ممكن يبقى طويل شوية بالنسبة لك، من ساعة لساعة ونص، بس صدقني مش هتحس بيه وهتستمتع وهتستفيد وهتفهم كده عن القرآن حاجات جديدة او حاجات ممكن ما سمعتهاش قبل كده. فيديو رقم 3 ده انا ما شفتوش مرة ولا اتنين، لا شفته كتير جدا وبرجع له كتير جدا، لان هو ما بيتكلمش عن حاجة معينة، بيتكلم عن تجربة حياتية ينفع تطبقها على اي تجربة في حياتك. هو فيديو واخيرا ظبطت نومي من قناة فلوجز ابو زيد او ابو زيد فلوجز. في الفيديو ده هو اتكلم عن تظبيط النوم او النوم بدري والصحيان بدري، بس خلال التجربة هو عايشنا معاه بان انت لو عايز تظبط اي حاجة في حياتك او لو عايز تتعلم اي عادة جديدة او تتخلص من اي عادة سلبية فاتبع الخطوات دي. ففي الفيديو ده هو عايشك معاه التجربة كاملة من اول لحظة لاخر لحظة، فانت حتى لو مش عايز تظبط نومك او حتى لو نومك مظبوط، الفيديو هيفيدك عموما كتجربة مش كتظبيط نوم خالص، عايز او مش عايز. لكن بالنسبة مثلا الفريلانسرز او الناس اللي هو مش مضطر ان هو يصحى كل يوم، والموضوع ده هو مجرد اختيار هو بيعمله بوعي، الموضوع بيبقى صعب. فالفيديو ده كل ما ابقى عايز اكتسب عادة جديدة برجع له، او عايز اتخلص من عادة سيئة برضه برجع له. فيديو جميل جدا، وشكرا للمرة التانية للبشمهندس احمد ابو زيد على الفيديو الحلو ده، والفيديو ده على قناته الخاصة بالفلوجز مش قناة دروس اونلاين. اما رقم 2 فهي سلسلة برضه ما هياش فيديو، انا تابعتها في وقت كأس العالم، بس اظن انها تنفع في اي وقت في السنة وتنفع للاطفال الصغيرين لو عايز تعلمهم ازاي تكسب فلوس او ازاي تتعلم انك تبدا من الصفر او ازاي انك تجرب تجارب مختلفه. فيديو او سلسله جميله جدا وهي سلسله سافرت من السعوديه الى قطر بهلله. وهي بكل بساطه بان في يوتيوبر قرر ان هو يطلع من بيتهم ويسافر لقطر، هو معاه هلله واحده بس، الهلله دي هي من يعني اصغر من الريال، وبدا يعمل مشاريع صغيره ويبيع حاجات في الشارع لحد ما بدا يجمع مثلا تذكره السفر، بعدها تذكره الملعب، بعدها مش عارف ايه. فتقريبا السلسله استمرت 25 ل 30 فيديو. سلسله جميله جدا مش هتمل ابدا، وهتتعلم بان الشخص هيقابل صعوبات، وممكن كان في فيديو اتخبطت عربيته فيه وفيديو تاني اتطرد من المكان اللي هو فيه. السلسله حلوه بكل مقاييسها، كل معاييرها جميله ومش هتزهق منها ابدا. هسيب لكم رابط السلسله وممكن تتفرجوا عليها سواء انتوا او مع العيله او الاطفال، هي مناسبه لكل الاعمار يعني. وما تربطش الموضوع بكاس العالم، لا هو عمل مشروع من هلله او كان عنده هدف وحققه بهلله واحده بس، فتقدر تطبق ده على اي حاجه في حياتك. اما الفيديو الاخير واجمد حاجه معانا في السلسله واحلى حاجه، والصراحه انا اتفرجت عليه اكتر من 5 مرات رغم ان الفيديو 3 ساعات ونص، وطالما قلت 3 ساعات ونص فاكيد انتوا عارفين انا بتكلم عن ايه. عن اكتر بودكاست عربي اتشهر في اخر 10 سنين تقريبا، اكتر بودكاست تم سماعه باللغه العربيه، فاكيد انتوا عارفين انا بتكلم على ايه. بتكلم على فيديو على قناه 8 من بودكاست فنجان اللي بيتكلم عن العلاقات، كيف تنجح العلاقات، مع الدكتور ياسر الحزيمي. بودكاست اكتر من رائع. ممكن ما بقاش صنفت الفيديو ده عشان الفائده اللي فيه، لا انا لما بتفرج على الفيديو ده بتفرج لاكتر من سبب. بتفرج لجمال اللغه العربيه، البودكاست كان معظمه لغه عربيه فكان جميله جدا. عجبني جدا سرعه بديهه دكتور ياسر بان هو ما شاء الله بيرد على اسئله في ثواني، وبيستخدم معاها ابيات شعر وقران وحديث، فما شاء الله عنده ذاكره جميله جدا. من كميه الفيوز اللي شفته على الفيديو بانها وصل ل 40 مليون مشاهده، فحسيت بان قد ايه احنا مفتقدين لحد كده يدردش معانا عن العلاقات او يكلمنا عن العلاقات. فانا مبسوط جدا من البودكاست ده، مع ان في حاجات ممكن ابقى اختلفت معاه فيها خلال الفيديو، ولكن كفيديو على بعضه كده تجربه جميله جدا. فانصحك انك تتفرج على البودكاست ده، او لو مش فاضي ممكن تسمع البودكاست ده وانت مثلا في المترو او في المواصلات. دول 10 فيديوهات عجبوني جدا، ممكن السنه الجايه اشوفهم وحشين، كل واحد له راي في اللحظه اللي هو فيها او في الموقف اللي هو فيه. فانت برضو شاركني رايك واكتب لي في الكومنتس اكتر فيديو بتحبه على اليوتيوب ممكن تتفرج عليه اكتر من مره من غير ما تزهق، ولو انت اتفرجت على حاجه من اللي انا قلتها اكتب لنا في التعليقات. وبس كده كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. كل الفيديوهات اللي انا ذكرتها موجوده تحت في صندوق الوصف، احفظوها عندكم عشان ترجعوا لها لما تكونوا فاضيين، ولعند ما اقابلكم تاني لو احتجتوا حاجه ادوا العيش لخبازه. سلام.